بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم أخواتي الفاضلات في هذا الفيديو المخصص لتلاميذ سنة أولى ابتدائي. إن شاء الله فقط تكون الصورة واضحة أخواتي، أكيد أنتم راحين تستعينوا بالكتاب، لأني الحقيقة أصبحت أجد نوعا ما صعوبة في تحميل الفيديوهات المصورة بالهاتف. إذا ماذا لدينا؟ لدينا كيف أتحرك، كيف أتنقل وأتحرك وأحافظ على صحتي. ثلاث دروس راح نتناولهم في فيديو واحد، ونسهل الطفل الفهم والحفظ أيضا. إذا لهنا الطفل راح يقوم بالمشاهدة ويعبر. ماذا يفعل هؤلاء الأطفال؟ هؤلاء الأطفال يمارسون الرياضة. إذا لنشاهد الطفل مثلا الذي سرواله يحمل رقم 17 في أي اتجاه هو، أو يديه في اتجاه الأعلى، اليسار، اليمين، الأسفل، جيد جدا. والبنت في أي اتجاه يديها؟ هي ترفع يديها، مادام قلنا ترفع يديها إلى الأعلى، والطفل يحرك يديه يمينا ويسارا. إذا ماذا نقول؟ هؤلاء الأطفال كل واحد منهم يحرك يده في اتجاه، وأنت هل تستطيع أن تحرك يديك؟ هيا جرب، حرك يديك، حرك إلى اليمين إلى اليسار، أحسنت. إذن نحن نستطيع أن نحرك أيدينا. هل في أعضاء جسمنا نستطيع فقط أن نحرك أيدينا؟ لاحظوا هذه الصور، هذا الطفل ماذا يحرك؟ يحرك يديه ورجليه. وهنا هذه الطفلة هي تستدير إلى الوراء، إذن هي تحرك ماذا؟ تحرك ذراعها ورقبتها، جيد جدا. وهذا الطفل ماذا يحرك؟ يحرك يديه ورجليه. إذن نحن يمكننا تحريك أعضاء أجسامنا كاليدين والرجلين والرقبة. نعيد، يمكنني تحريك أعضاء من جسمي كاليدين والرجلين والرقبة. أخواتي تقعدي هكا تكرري، يمكنني تحريك أعضاء من جسمي، ونتوقفوا. يمكنني تحريك أعضاء من جسمي، يمكنني تحريك أعضاء من جسمي، حتى يحفظها الطفل، كاليدين والرجلين وماذا؟ والرقبة. إذن هنا الصفحة 27، لاحظوا هذه الصورة يا أطفال، إلى أين يتوجه هؤلاء الأطفال؟ ماذا يحملون؟ لاحظوا، يحملون حقائبهم. إذن هم يتوجهون إلى ماذا؟ إلى المدرسة. هذا الطفل كيف يتحرك؟ هو يمشي. وهؤلاء الأطفال هم ذاهبون بالحافلة. وهذا الطفل لاحظوا حركته، هو يمشي مسرعا مسرعا. إذن هم ذاهبون إلى المدرسة. أنت يا طفل صغير، كي تذهب إلى المدرسة في الوقت المحدد، ماذا عليك أن تفعل؟ إذن يجب أن أنهي واجباتي مساء، أجمع أدواتي، وماذا أيضا؟ وأنام باكرا وأستيقظ باكرا كي أصل إلى المدرسة في الوقت المحدد، ولا أضطر للذهاب جريا إلى المدرسة. هنا في هذه الصورة ماذا تلاحظون؟ ماذا تمثل هذه الصورة؟ هل هي غابة؟ هل هي حديقة؟ هل هي جبل؟ هل هي مدينة؟ نعم أحسنتم، هي صحراء. لاحظوا هذه كثبان رملية شاسعة وجمال، وهذا رجل يركب الجمل. إذن في الصحراء الشاسعة يتنقل الناس بالجبال. أنا الآن أبني أسألك، أقول لك لماذا تتنقل؟ لما لا تجلس فقط، تمكث فقط في البيت؟ واحد منكم يقول لي أنا أتنقل للذهاب إلى ماذا؟ إلى المدرسة. والآخر يقول لي إلى الحديقة، والآخر يقول لي لألعب مع أصدقائي، واحد يقول لي أذهب لممارسة الرياضة، وهكذا. إذن نحن نتنقل
لقضاء حاجاتنا. واش نقولوا؟ نقولوا أنا تلميذ نشيط، أتنقل من مكان إلى مكان لماذا؟ لقضاء حاجاتي. أعيد، أنا تلميذ نشيط، أتنقل من مكان إلى آخر لقضاء حاجاتي. أعيد، أنا تلميذ نشيط، أتنقل من مكان إلى آخر لقضاء حاجاتي. أعيد، أنا تلميذ نشيط، أتنقل من مكان إلى آخر لقضاء حاجاتي. ونكمل، كيف نتنقل؟ نتنقل مشيا أو جريا أو قفزا. راكم تلاحظوا الصور هنا أبنائي، هذا الرياضي يجري، وهذا ماذا يفعل؟ هو يقفز، وهذه تصعد، وهذا يجري. هنا أخواتي فقط أنجزوا، راهم يصلحوه مع المعلمة. لماذا؟ لأنه تقريبا هذه أنجز كل معلمة تصحوا حسب ماذا؟ حسب شرحها للصور، حسب شرحها للصور. إذا نتركه للقسم. هنا أخواتي أيضا ماذا لدينا؟ لدينا هنا هذه الصورة في الصفحة 31، هذه فرصة أنه الطفل يتعلم أنه يعبر. نخلي ابني، أختي الأم، نخلي ابني أنه يعبر كيف ما يشاء. نقول له نبدأ أولا نطرح أسئلة، ما هو هذا المكان؟ ولا ماذا يمثل هذا المكان؟ ولا نقول له أين يتواجد هؤلاء الأشخاص؟ هل هم بالمنزل، بالسوق، بالحديقة؟ هم بالشارع، نرى هنا الطريق، السيارات، ممر الراجلين، الإشارة، إشارة المرور. إذن هنا هذه المرأة التي تحمل طفلتها وتسير بجانب طفلها، ماذا ستعبر؟ سوف تعبر الطريق، سوف تعبر الطريق عبر ممر الراجلين. هل هذا تصرف سليم؟ نعم، هو تصرف سليم. هؤلاء الأطفال أين يلعبون؟ يلعبون وسط الطريق، لاحظوا راهم بالكرة وسط الطريق. هل هذا تصرف سليم؟ هو تصرف خاطئ. هذا الطفل تصرفه سليم، لماذا؟ لأنه يلعب بالرصيف. هنا نخليه ونتركه حتى المعلمة في القسم راهي تقبل كل الإجابات، تقبل مشاهدة الطفل للصورة وهكذا، من يجي التعبير. إذا ماذا لدينا؟ قلنا هل هذا المكان مناسب للعب؟ لا، هو غير مناسب للعب، غير مناسب للعب، نحن لا نلعب بجانب الطريق. إذا ماذا لدينا هنا؟ وش قلنا؟ ضع خطا تحت الجملة الصحيحة. عند الجري استعين برجلي فقط، والله رجلي وأعضاء أخرى. نعم أحسنتم، نستعين برجلي وأعضاء أخرى. إذا ماذا لدينا؟ لدينا هنا أيضا أنجزوا، راح تشرح لهم المعلمة هذه الصور وراح يصلحوها مع بعض، تختار الإجابات ويقومون بتصحيحها. إذا هنا أيضا يقوم بالحفظ، أتنقل بفضل بعض أعضاء جسمي والتي يجب المحافظة عليها. يعني هنا هذول مش محافظين على هؤلاء الأطفال الذين يلعبون هنا، هم مش محافظين على أنفسهم ولا يحافظون على أعضاء جسمهم. يعني نعيد، أتنقل بفضل بعض أعضاء جسمي والتي يجب المحافظة عليها. ونقعد هكا نعوده له، نقص له هذه الخلاصة إلى نصفين مثلا ويحفظ، إلى أن يحفظ. حتى الحفظ أخواتي شيء مهم، ومهم مهم جدا جدا، باه يتعلم الطفل لازمه يحفظ، ويعطيه طلاقة ويعطيه ثقة في النفس، ويعطيه أيضا ثروة لغوية ومفردات. إذا أخواتي نتمنى كما قلت لكم أن الصورة تكون واضحة، اضطريت أني أصور بهذه الطريقة. نقول لكم في أمان الله، راح نلتقي إن شاء الله في المراجعة العامة بحول الله. فقط ما تنسوش تحطوا لي أين أنتم بالرياضيات، أين أنتم بالرياضيات. إذا نقول لكم في أمان الله، نلتقي.